هناك حديث عن اجتماع لحلف شمال الأطلسي الناتو على مستوى السفراء يعني لمناقشة أزمة التصعيد الحاصلة في الشرق الأوسط بين إيران والولايات المتحدة. برأيك تدخل الناتو جاء بسبب تقليص الإيراني للالتزامات في الاتفاق النووي أم بسبب التصعيد بشكل عام مع الولايات المتحدة؟ طبعا التصعيد بشكل عام هو جزء من قضايا الناتو الأساسية وقضايا التزام الناتو. كما تعرف الولايات المتحدة هي الدولة الأكبر ناتو وهي الراعية، وبالتالي دخولها في أي صدام عسكري في أي مكان بالعالم لابد أن يستتبع وجود رأي للناتو. لكن الحقيقة القضية الأساسية التي تشغل بال الناتو هي موضوع سلام الشرق الأوسط. يعني الناتو تدخل بشكل مباشر كقوة ناتو لأول مرة في موضوع محمد داعش، وهو تعهد منذ ذلك الحين ببناء استقرار المنطقة أو المشاركة في بناء استقرار المنطقة عبر عمليات تمويل الجيوش، تدريبها، توفير قواعد عمل لحكومات المنطقة وبالذات الحكومة العراقية. الآن يوشك كل ذلك أن ينهار. الحكومة العراقية توشك أن تصبح حكومة روغ، يعني منشقة بالتعبير الأمريكي، أو حكومة عدوة، شأنها شأن الحكومة الإيرانية والحكومة السورية وحكومة كوريا الشمالية ومن هذا الحساب. وهذا أمر يقوض إلى حد كبير كل جهود الناتو في العراق وفي المنطقة على حد سواء. لهذا الناتو مهتم أن يعرف من الرئيس الأمريكي الآن ما هي الخطة لمواجهة هذا الموضوع، كيف يمكن تدارك أن يتحول العراق إلى دولة مارقة أو دولة عدوة أو دولة تحت طائلة العقوبات الأمريكية والعقوبات الدولية، كيف يمكن الحيلولة سقوط العراق في فخ النفوذ الكامل الإيراني في المنطقة. وهذا ما أدت إلى ضربة قاسم سليماني الأخيرة.